واعلم أنه حتى ولو كانت كاميرا الهاتف مغلقة فإنه يمكن مشاهدتك بالصوت والصورة، فكيف ذلك؟ هلا في أبليكيشنز كتير موجودة بالسوق بيقدر أي شخص ينزلها على التليفون عندك، إن كان مثلا تنفترض أنت عم تصلح تليفونك أو إن كان حدا بعت لك لينك قال لك إنه هيدا الواتساب جديد بس ما بيكون واتساب، إن كان حدا خدعك بطريقة ما لتنزل هيدا الأبليكيشن على التليفون، بيقدر هو من خلاله يستعمل تليفونه ليقدر يفتح الكاميرا عندك بدون موافقتك حتى، لأنه في أبليكيشنز تطوروا بشكل كتير كبير، الكاميرا حتضلها دايرة وأنت ما حيكون عندك علم. الأمر ليس بالسهل، هو يتعلق بأمننا وخصوصيتنا وتحذير من الواي فاي في الأماكن العامة. دائما نحن بنعتمد ترمينولوجي، هو إذا كنا نحن متصلين على شبكة محددة هذا شيء خطر، لأنه الشبكة الوحدة عم بتوزع لأكثر من شخص، فممكن شخص بيستعمل برامج اختراق اللي هي معتمدة عنا، مثلا في كالي لينكس وأكثر من اسم وبرنامج ودي سميهم على الهواء، بيقدر الإنسان يعمل سورتينج لكل العالم المتصلة على هذه الشبكة، بيقدر يبعت طلب ويمكن المستخدم ما ينتبه شو هذا، يكبس أوكي فجأة فبيكون من اللابتوب قدر يفوت على هذا التليفون. ولكن هل ينطبق هذا الأمر على الأجهزة الخلوية فقط أم يشمل الكمبيوتر المزود بكاميرا؟ على اللابتوب القصة أبعد من هيك، لأنه اللابتوب في عندك حرية أكثر بالفيروسز وبالمالويرز، في كتير options لعند الشخص اللي بده يخترقك انه يقدر يبعث لك اي شيء من هول الفيروسز اللي بيخولوا انه يفتح لك الكاميرا. هلا اكيد في معلومه للعالم انه هذا الزر اللي بيضوي او النقطه اللي بتضوي حد الكاميرا هن ما عملوها لانه بدهم يزيدوا ضوء، هن عملوها لانه كثرت حالات فتحت الكاميرا من دون ما يعرف اليوزر، فدائما بس الواحد يفتح اللابتوب بتاعه يلاقوا هذا الزر مضوى هو اللون الازرق الصغير حد الكاميرا دغري، معناتها الكاميرا دايره. ولأننا في زمن التطور التكنولوجي بات الحرص واجب وإرشادات للوقاية. أهم شيء بس أخذوا تليفونكم على التصليح، إذا ما عندكم خبرة بهذا المجال على صحة السلامة اعملوا فورمات للتليفون. مارك زوكربيرغ كمان مؤسس الفيسبوك ليتلي أخذوا له صورة هو بتايوان على ما أظن، كان حاطط تلزيقة على الكاميرا، يعني حتى مؤسس الفيسبوك عنده خوف من قصة الخصوصية، فحتى هو كان حاطط تلزيقة على كاميرا اللابتوب ليحمي حاله. تجربة بسيطة لتبيان كيف تفتح الكاميرا وهي في وضعية أوف، مع أنه الكاميرا دايرة بس ما في شيء مبين عندي هون. إذا مبلش نيم الكاميرا شوي شوي كان عم ياخد صورة مباشرة عم بيطلع لايف، وساعتها هي البنت بالعادة بتحط التليفون مثلا بالجزدين، بتطلعه من الجزدين، بتروح مثلا تفوت على الباب بتحطه بمحل، هيدي كلها بتكون مكشوفة من دون ما هي تعرف ابدا عن اللي عم بيصير. وحتى بالفيديو مش انه بس تتجاوز قصة الواحد يقدر يشوف، بيقدر انه حتى يبعت صوت على التليفون عندك، يعني انا شفت في هاكرز بحبوا يأذوا، يعني تفرض انت التليفون نايمه والتليفون حدك بالليل، بصير شخص مثلا يعمل ايه بصير يطلع الصوت من التليفون تاعك هو قاعد ببيته. وعليه وبعدما تقدم انتبهوا من الكاميرات حفاظا على الخصوصيات. رشا الزين هاشم، أنبيان.